غادي نحضر في هذا الفيديو الحليب مجبن بالنوارة ديال الخوخ اللي كيجي رائع في المذاق ديالو، وتنجبنوه في شي حاجة اللي هي صحية. تابعوني في هذا الفيديو باش تشوفوا طريقتي في التحضير ديالو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد شي واد السبعي. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. تحضير اليوم الحليب اللي غادي نجبنو النوارة ديال القوق. عندي هنا إطرو ديال الحليب، غادي نخويه هنا بهاد الجبانية باش غادي نصوبو بهاد النوارة ديال القوق اللي كيجي رائع وكيتجبن مزيان وكينفعنا بحال هاد الحليب. دابا في السحور كنبغيو ناكلو شي حاجة اللي هي د الحليب، ولكن هدا راه بطريقة طبيعية ديال القوق المشوك. كيكون يدير واحد النواره كتكون تيبس كيتباع عند العطاره، وهذا كنديروا به هذا الحليب هكا كما كتشوفوا. يطرد الحليب درت فيه معلقه ديال السكر سنيده كبيره، ماشي كثيره بزاف على هذا الحليب، وانما هذا السكر كيبقى اختياري. يمكن لينا نديروه حتى بلاش، اللي ما بغاش يدير فيه السكر كيجي المذاق ديالو حتى بلا سكر زوين. دابا انا درت هاد المعلقه، راه ماشي كثيره بزاف، وانما كما قلت لكم راه تقدروا ديروه حتى بلاش. ها هي النواره ديال القوق اللي هضرت لكم عليها، كتكون على هاد الشكل هكايا، خيوط بحال رقيقه، كتكون رقيقه ويابسه. هي كتكون تجبل الحليب بسرعه والمذاق ديالو كيجي زوين. انا اختاريتو في هاد رمضان الا كليناه ناكلو شي حاجه صحيه. دابا هانتوما كما كتشوفوها هي هنايا هاد القياس اللي درت في هاد المقدار ديال لترو د الحليب. هي يمكن لينا نديرو تقل من هاد لترو د الحليب، نديرو حتى نص لترو، ولا يمكن لينا نديرو كتر جوج لترو على حسب شنو بغينا نحضرو بيه، وكنديرو هاد النوارة على القياس اللي بغينا. المهم هي بلا عبار كنديروه، الا كانت شويه كثيره كيتجبن بسرعه، والا كانت قليله كيتقال في الجبن ديالو، وانما كتجبن كي قليله كي كثيره. درتها هنايا في هاد الصفايه، شللتها شويه بالماء من الغبره، حيت كتكون تباع عند العطاره كتكون الغبره كيكون هذا، كنشللوها باش تكون نقيه ما فيها حتى شي حاجه. الا استعملناها كنكونوا واثقين من روسنا ما فيها لا غبره لا والو. دابا انا درتها هنايا في هاد الجبانيه هكا باش غادي نزيد عليها الحليب. هي شحال هادي كنا كنديروها في واحد طريف نتاع الثوب هاد النواره، وكنديروها في وسط الحليب ونبداو نحركوها هكا، ولكن بهاد الطريقه هكا نديروها ونخويو عليها الحليب كيكون حسن. دابا انا كنخوي عليها الحليب، كنهز بالمعلقه ونخوي عليها الحليب باش ندير القياس اللي فاش غادي تفزق بهاد الحليب. دابا غادي نفزقها ونخليها شويه تطلق مزيان، نحرك فيها هاد الحليب. هاد العمليه هكا في الحليب كتكون حسن من هذيك الدريره نتاع الثوب، وعاد نعقدوها ونخشيوها فيه. هادي هكا تجي ساهله كاع. دابا انا خليته شويه باش يطلق غير شويه، على ما بحال فازق يطلق وسط هاد شويه الحليب اللي فاش رقدتو. دابا غادي نبدا هكا نحركو مزيان باش يطلق، وغادي عندنا نزيدو مع الحليب الاخر، حيت هاد العمليه ديال هاد الحليب بهاد النوارات القوق باش كنجبنوه راه صحي 100%، وراه تيجي حتى في المذاق ديالو لذيذ، فيه واحد المذاق زوين. راني دابا صفيتو كما شفتو، راه حركت فيه داك الحليب مزيان راه طلقات. دابا انا صفيتو بالصفايه، كيجي عاقد. راه هذا هو باش كيديروا الجبن التقليدي كما كنقولوا البلدي، كنديروه هكا بهذه الطريقه بهذا النواره ديال القوق، وكنديروه شي دريره نحزموه فيها ونخليوه تيتسقطر مزيان، هو كيتقطع بالموس الجبن بلدي. دابا غادي نردو في هذه الجبانيه فاش كان فيها، فاش غادي نخليه يتجبن. كاينه هاد الطريقه هكا كنجبنوه في ماعون جبانه ولا كسرونه ولا طنجره ولا، وكاين تاني كنديروا ليه هاد هكايا ونفرقوه في زليفات على حسب الاشخاص اللي غادي ياكلوا شحال من واحد.
كنعاودو نقسموه في زليفات كبار ولا صغار ولا في كيسان ولا كيتجبن عاود تاني فيهم. ولكن الطريقة المعتمد عليها شحال هادي كنا كنديرو هكا يا مجموع، وكنبداو نحطو ملي كيتجبن كنحطو القياس. دابا انا درت عليه السولوفان وخليته باش يتجبن، نديرو عليه السولوفان باش نحفظوه لا من الغبرة ولا من هذا، نخليوه مغطي شوية حتى كيتجمع، كنحسو به يتجمع، وكان نديروه ديك الساعات يبرد. إلا كان الحال سخون كنديروه في الثلاجة يبرد. ها هو كما كتشوفوا فيه عاقد عاقد بشي حاجة اللي هي طبيعية، نورة القوق طبيعية. ها هو كتشوفوه راه نقطعوه ما كيتحل ما والو، كيجي مجبن. دابا ان شاء الله ندير فيديو بهذاك المجبن اللي كيتقطع، اللي كنديروه يتسقطر من الماء ديالو وكيتقطع قاسح، كيكون الجبن البلدي هو هذا باش كنديروه بهاد نورة القوق. هانتوما كما كتشوفوه ها هو مجبن مزيان. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديالو تكون عجبتكم وتحضروه في هاد رمضان. كما قلت لكم راه تناكلو شي حاجه اللي صحيه وطبيعيه، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله بالصحة والراحة.